المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضاء التادي أن نقدم لحضراتكم عرض السابع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير، مناسبة الذكرى 57 لاستقلال البلاد من قبل الاستعمار الفرنسي. وبهذه المناسبة فقد بعث رؤساء وقادة الدول والحكومات بالعديد من برقيات التهنئة لرئيس الجمهورية وللحكومة وللشعب التشادي. سعادة فرانسوا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، سعادة محمد أو جلالة محمد السادس ملك المغرب، جلالة كار غوستا للمملكة السويد، جلالة حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، جلالة قابوس بن سعيد ملك سلطان عمان، جلالة ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، جلالة فيليب روا ملك البلجيك، محمد بن سلمان ابن عبد العزيز السمو محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية، فلاديمير بوتين رئيس روسيا الفيدرالية، أندريز دويد رئيس جمهورية بولونيا، مارك كريستيان كابورو رئيس جمهورية بوركينا فاسو، عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، إسماعيل عمر جيلا رئيس جمهورية جيبوتي، الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة المستمر الإسلامي. هؤلاء جميعا يقدمون تهانيهم لرئيس الجمهورية إدريس دبي تنو وللحكومة التشادية وللشعب التشادي بمناسبة الذكرى 57 لاستغلالها من قبل الاستعمار الفرنسي. كما ذكرنا تحتفل البلاد يوم غدنا 11 من أغسطس بالذكرى 27 لاستغلالها من قبل الاستعمار الفرنسي. الاستغلال جاء بعد نضال طويل ومرير قام به الأجداد والآباء لمحاربة المستعمر الغاشم الذي عاس في تشاد فسادا وتسبب في معاناة التشاديين. وحول هذا فقد تحدث النائب البرلماني عشر ترقي أحد من عاشوا ساعة الاستغلال، يحدثنا عن النصر الذي حققه التشاديون لإجبار المستعمر الفرنسي لإعطاء تشاد سيادتها واستغلالها. الاستغلال كان بيجي يوم 11 شهر 8 1960، لكن كان خريف. شنو؟ قرروا بكون الإيد ده ما يعيدوا إلا لبرومي جانفي، عشان ده وقت الناس في الهرات ما يقدروا يجوا المزارعين. يوم بيجي 1 جانفي 1960 الناس جوا بالكثرة، ديليجاسيون جوا من جميع الجهات التشاد، حضروا هنا في فورلامي على ذاته كفونكسيونير من الناس المندوبين جينا حضرنا. إيت عظيم مرة وعيد بلاس دم الناس صغير كان، لكن ناس ملايين وسيئة الناس مثلا أنا مليونين ونص، اليوم أنا 11 مليون، ده كم بكان ده ما صابلت بنا ناس وما بيشيلنا. الديسكور وقت ذاك مركز في بكون اللي جينا حريتنا ونخدم مع فرنسا في الكوميونيتي فرانكو أفريكان، ومن هنا قدام فرنسا قاعدة معانا. وفي فترة مثلا نقدر نقول لك قبل ما نجي للاستغلال ده، الحكومة مكونة من تشاديين وفرنساويين كلها، حتى في البرلمان كلها قاعدين وأجانب آخرين كلها، لكن في الوقت داك ده التشاد عندها ريبريزنتان أو ريبريزنتان دو تشاد أو فرنسا، والجوفرنير هنا فرنسا القاعدين بيجوا أو ريبريزنتان دو لا ريبوبليك فرانسيز أو تشاد في المرحلة في وقت الاسم شنو في الاستغلال الذاتي. عباد جينا 60 خلاص لقينا الاستغلال كموقت بين رفانا أنا مرت
اللي في مستوى امباسادير. ده شيء عظيم مره واحد لنا يعني. لكن كنا اميا ومشككين هل الفرنساويين ديل بعد ما كسروا البلد دي بحرب يخلوها لنا؟ عندنا شك وخايف، اليوم بيجي شيء صحيح.